المكسبي اللي تدمجوا فيه حاجيات الوزراء اللي عبروا لكم عنها، واللي ما عدا أجور والمرتبات نجبروا سلع وخدمات، تعويضات، تحويلات، تحويلات أخرى، أعباء، أعباء أخرى، مشتريات، مشتريات أخرى، مخصصات، مصاريف، معونات وإعانات، وصول ثابتة ووصول أخرى. معالي الوزير، هاي المصطلحات ما تسمح لنا بالرقابة على عمل الحكومة حقيقة. نتمنى أن تجينا ملحقات مع قانون الميزانية تبين هذه المصطلحات العامة شنو. الملاحظة الثانية على قانون الميزانية، أنه ما فيه زيادة في الرواتب في ظرف اللي الموظفين رواتبهم زهيدة جدا معالي الوزير. الملاحظة الأخرى أيضا هو أن هذا القانون ما قد يوصل بالميزانية للمستوى المطلوب في قطاعي التعليم والصحة. في الصحة مثلا نستهدفه 15% بينما الإنفاق الحالي حوالي 6%، في ظل هذا القطاع اللي وضعيته صعيبة، في التعليم 20%، وإحنا دون ذاك بكثير معالي الوزير. يا الله ردوا البال لهذه القضية معالي الوزير، نحل مشكلة. ثم مشكلة ثالثة في قانون الميزانية، وهو أيضا على أنه أرفع مستوى ضريبي، زاد ضرائب رسوم التسجيل، وإحنا ضد زيادة الضرائب معالي الوزير. كان أولى بكم توسيع الوعاء الضريبي بدل من زيادة ضرائب محددة. معالي الوزير، عندي أيضا وقفة مع تقرير محكمة الحسابات. هذا التقرير صادم معالي الوزير، فيها ثلاث ملاحظات يلا تتفطنوا لها في خلال تسييركم المال العام. الأولى أنه أعطانا صورة عجيبة عن المستوى الأخلاقي اللي عند موظفين اللي سيروا المال العام، عن شنو نظرتهم للمال العام، شنو تصورهم عن حد دار على شي سيروا. وظاهر لأنه لخص وقاف الصيد الفايت به التعدال إذا الرجل واسع مال الرجل ولا يلا مدة عرج ذاك. النقطة الثانية معالي الوزير هي خطورة الكم الكبير للمبالغ اللي تم وصفها التقرير بأنها مهدرة ولا ضايعة ولا مسروقة ولا باط وصفها ذيك الأوصاف كاملة. وفيها أربع مسائل يا الله يتوقف عندها. الأولى أنها تمت فترة وجيزة فيها بعضها في سنتين، وانها تمت تحت تسيير شخص واحد لنفس المؤسسة، وانها تتراوح من بين 21 مليار وصلت الى 21 مليار وقامت قاضى 21 7 مليارات 12 مليار 5 مليارات. احيانا نوعية الصرف ايضا تطرح مشكلة كبيرة، لانه 7 ملايين على بكاكة من عمومه ما هي معقولة. النقطة الثالثة معالي الوزير هو شنو دور السلطة التنفيذية تطبيق ومتابعة مخرجات هذا التقرير. لا نقول هنا لأن القانون النظامي رقم 032/2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 تقول المادة 30 منه ما يلي: يتم تنفيذ قرارات محكمة الحسابات بجميع الطرق القانونية وبالمتابعة الفعالة للوزير المكلف بالمالية. السؤال: أين هي متابعة هذا التقرير وما هي الإجراءات القادمة في هذا الإطار؟ شكرا سيد الرئيس. Gracias.